أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب، طلاب الصف التاسع في دروس جديدة من دروس اللغة العربية وهي لغير الناطقين. أهداف هذا الأسبوع عزيزي الطالب عليك أن تميز جمع التكسير في اللغة العربية، تتعرف على اللام الشمسية والقمرية، أيضا تميز النكرة من المعرفة في جمل من إنشاء. جمع التكسير عزيزي الطالب هو ما يدل على ثلاثة أو أكثر وله مفرد يشاركه في معناه وفي أصوله مع تغيير يطرأ على صيغته عند الجمع، وقد يكون التغيير بزيادة بعض الحروف نحو أسد والجمع أساد، وقد يكون بنقص بعض الحروف نحو تهمة والجمع تهم، وكذلك يكون التغيير بضبط بعض الحروف. أيضا يكون التغيير بالزيادة وتغيير الضبط معا نحو رجل والجمع رجال، كذلك يكون بتغيير الضبط مع نقص بعض الحروف مثل كتاب والجمع كتب، وهذا جمع يختص بالعاقل وغير العاقل بخلاف جمع المذكر سالم الذي لا يختص إلا بالعاقل. أنواع جمع التكسير عزيزي الطالب، ينقسم جمع التكسير إلى قسمين، جمع الكثرة وجمع القلة، وكل قسم له تعريفه الخاص به كذلك وله أوزانه الخاصة به. أيضا جمع الكثرة وهي الجمع الذي لا يقل عن ثلاثة ويزيد عن عشرة، وقد امتلأت كتب النحو والصرف بالصيغة المطردة لجمع التكسير. ونقصد بالصيغة المطردة أي ما تتطلب مفردة مشتملا على أوصاف معينة إذا تحققت فيه جاز جمع تكسيرا على تلك الصيغة دون تردد وبدون الرجوع إلى كتب اللغة. أما الصيغة فلا سبيل إلى معرفتها إلا من خلال الرجوع إلى المراجع اللغوية فيما يختص جمع الكثرة، فله أوزان وصيغ مطردة كثيرة تزيد على 30 وزنا، والمشهور القياسي منها 23 موضع. فعل تكون من كل مفرد مذكر على وزن أفعل أو مؤنث على وزن فعل، بشرط أن يكون المفرد في الحالتين مشتقا دالا على لون أو عيب نحو أحمر حمراء جمع حمر. فعل يقاس في الوصف على وزن فعول بمعنى فاعل نحو صبور والجمع صبر، فإن كان بمعنى مفعول فلا يجمع على وزن فعل مثل حلوب لا تجمع على حلب، كما ويقاس هذا الوزن في كل اسم رباعي مذكر أو مؤنث صحيح اللام قبل لامه وحرف مد نحو عماد فالجمع عمد. أيضا فعل هو اسم تام على وزن فعلة نحو كسرة والجمع كسر. أيضا فعلة هي وصف دال على آفة طارئة من موت أو ألم أو عيب أو نقص، ويشمل سبعة أوزان من الأوزان وهي فعيل فعل فاعل أفعل وفعلان. النكرة والمعرفة، المعرفة هي الاسم التي وضع يستعمل في الدلالة على شيء معين ومعلوم، وهي ستة أقسام، الضمير مثل أنا وأنت، والعلم مثل محمد وفاطمة، واسم الإشارة هذا وهذه، والاسم الموصل مثل الذي والموصول الذي والتي، أيضا المضاف لمعرفة مثل حقيبة محمد وكتاب النحو، والضمير هو أقوى المعارف، يليه العلم ثم اسم الإشارة ثم الاسم الموصول ثم المعرفة بأن. أنواع المعرفة، أولها صيغة معينة وجدت في اللغة للدلالة على معين وهي الضمير واسم الإشارة والاسم الموصول. ثانيها ما يتعرف المتكلمون على اختصاصه بالدلالة على شيء معين هو العلم. ثالثها ما يتم تعريفه بوسيلة لغوية خاصة، حيث أن إذا زالت منه هذه الوسيلة يعود نكرة، وهو المعرفة بأداة التعريف ال والمعرفة بالإضافة إلى معرفة. أيضا اسم العلم، عفوا اسم العلم، العلم هو الاسم الذي يعين مسماه تعيينا مطلقا من غير وسيلة، وذلك باتفاق أبناء البيئة اللغوية عليه. والعلم هو معين مسماه من غير قرينة، سواء كان لمذكر أم للمؤنث، وسواء كان لعاقل أو لغير العاقل، وسواء كان علما على شخص أو على بلد. ويدخل في العلم كذلك أسماء الدول، أسماء القبائل، أسماء الأنهار، وأسماء البحار، وأسماء الجبال، وأسماء الحيوانات. الضمائر هو اللفظ الموضوع للكناية عن متكلم أو مخاطب أو غائب نيابة عن الأسماء الظاهرة للاختصار. وينقسم الضمير باعتباره معناه إلى ضمير المتكلم وضمير المخاطب وضمير الغائب. ضمائر المتكلم أنا ونحن، ضمائر المخاطب أنت أنت أنتما أنتم أنتن، ضمائر الغائب هو هي هما هن وهم. شاكرة لكم أعزائي الطلاب حسن استماعكم وتعاونكم.